السلام عليكم. وعليكم السلام، يا مرحبا يا مرحبا. خلاص كان باقي اخر محاوله برغد والله. تفضل. صلي على النبي. من بدايه الحدوثه اغلب الكلام اخذت عظيم. يعني اخذوه اصحاب حيز مقدس الظهر، واخذوه حيز القصاص المعاده والمكرره. هذا البث هو للافاده، مش لكل واحد يجيب له حزاوي، صح ولا غلطان؟ اقسم بالله كان باغي لي اخر محاوله، ولنا نقتل انام وعلى عر حريمك وعارك وشقلك، واقول والله بخلي بك طريق. طيب، اسمع، مسامح. اياك اولا حياكم الله، حيا الله الشباب كامل جميعا. يا مرحبا يا مرحبا. موضوعين بسيط، من واحد له سوابق وتجارب للافاده. تفضل. طبعا انا قد وصلت امريكا، واسمع عفوا، وصلت المانيا فرانكفورت في عام 2006 تقريبا. ايوه بس الان مع القرايات الجديده ومع الخطوط اللي فتحوها الجديده، اختصر على الناس كامل، اكوادور، المكسيك، مش عارف ايش، تركيا، ده كله كلام ضريطي ارمي. اليمني مع باقي معلو طريق واحد، ياخذ تاشيره كوبا، غير كذا ما فيش. وانا من صاحب تجربه اقول لك هذه يعني افضل طريقه. انا كنت اسالك موضوع كيف دخلت. نحن اليمنيين ما عندناش مقدره، نكون واضحين، الموضوع الليمت حق اللي ابو يمن، يعني اصحابنا في الجنوب ولا في الشمال ولا في الغرب ولا في الشرق، حقنا الليمت عباره عن بالكثير 5000 دولار. اكثر من كذا اللي يقول لك انه يقدر يدفع اكثر من 5000 دولار في هذه الرحله الشاقه المتعبه التي تسببت فيها دولتنا وفشلها وتعب الناس، انا اعتبره كذاب. لانه اكثر من 5000 دولار، اغلب الناس لو واحد له 5000 دولار يفتح له مشروع، يشيل له باص ويتزوج له ب 2000 دولار وانتهى الموضوع. فالان اقرب طريقه واضمن طريقه عبر كوبا. انا طبعا موجود برا اليمن حاليا، برا عدن، واشوف انه خط كوبا هو الاسلم والافضل. بعدين من كوبا كيف؟ الرحلة طبعا كوبا تدخلها بفيزا، نفس الفيز اللي هي مدقيس مؤشرة في الجواز، هي عبارة عن فيز ورقية زي ما فيزة كوريا الشمالية، ونفس الفيز حق إيران، سهلة يعني؟ عبارة عن زي التكت قطعتين يعني. فأنت ممكن تطلع يعني إلى كوبا، لا تركيا، لا تركيا في ناس راحوا رجعوهم من المطار، لانه اغلب الرحلات فيها ترانزيت الى اوروبا. لكن ممكن كالحل التالي، انك تحجز عبر شارل دي غول فرنسا وتشوف رحله اللي هي ساعتين. القانون الطيران اقل من ساعتين ما فيه من مساله الترانزيت، لانك انت ساعتين تكون نفس الكونكشن حق الطائره. لغاية 4 ساعات. يا سلام عليك، كويس انك فاهم النقطة دي. فاللعبة فين، او الحركة اللي انت ممكن تعملها ايش؟ في الرجعة، في الريترن من كوبا. دخل كوبا، انت تقول لك حاجز كوبا، ادخل لك 5 ايام 6 ايام اسبوع. في الرجعة وانت راجع، حاول انك حقك الحجز اللي هو بالرحلة يروح عليك، خلاص خليه يروح. بعدين ممكن تاخذ الكي ال ام، لان الفرنسية يعني شوية مش شديدين، لكن هناك ممكن تطلع على الكي ال ام ولا الساس اللي هو الطيران النرويجي والسويدي والحاجات هذه فيها كونكشن. التدقيق من وانت راجع من كوبا عبر ترانزيت اي دولة اوروبية ما في بوش اي مشكلة، لانه هناك الدول والطيران التجاري ما يسألكش. الطيران التجاري انت عارف يا وهيب يهمه البقش، ايوه ما يهموش انت يمني ولا ان شاء الله حتى من داخل المريخ. غير هذا الطريق انا اقول لك انسوا، ينسى اي واحد يحاول. يعني، ولما يوصل لكوبا يخلي هذا يروح عليه الحجز، بعدين يدخل، يسوي لا لا يدخل يدخل على اوروبا. يدخل له كوبا، ينبسط، يغير له زيت، يقص له 5 ايام، يبعد الغبره حق البلاد حقنا احنا، يضرب له 2 سيجار كوبي، يتمتع له، يعيش حياته اسبوع، قدو قدو قدو، حجز حجز يعني. ايوه بعدين موعد الرحله، إذا مثلا كانت مثلا تاريخ، نقول مثلا تاريخ 7، الحضور المطار الساعة 10 الصباح، ما يروح ما يروحش. أو لا، الأفضل إنه يروح متأخر،
الافضل انه يروح متاخر والرحله تكون طلعت، عشان يكون نوع انه الكوبين ما عاد بيسمحولوش انه ايش يرجع لكوبا، ما عندوش فيزا، فيضطر من داخل الكابينتس اللي هو حق الطيران يحجز اي طيران اوروبي. الكوبيين يقولوا الله يفتح عليك اطلع، ما في اي مشكله، خرج من بلادنا. بس هنا شوف، يعني هنا اللعبه، اللعبة، يعني اللعبة بالمطار، مش انه يضغط بالبيت يروح المطار. روح المطار راحت عليه ايوه يجي قبلها بنص ساعة بكذا، فاهم لك؟ طبعا، لانه خلاص هم عملوا له خروج، انتهى، راحت راحت، ايش اسوي لكم انا؟ فهم من هنا، في يضطر ديك الساعه يدخل قاعده ترانزيت ويحجز، يحجز اونلاين اذا كان يعرف، او يحجز كاش عبر طيران ثاني انه راجع. طبعا هناك الطيران الان مع يعني ترتيب الاحوال، لازم نحجز، لازم نحجز يعني. يعني يعني مثلا يقول انا برجع مصر، يبعد يبعد حاجه اليمن، انا برجع مصر، برجع الاردن، ايوه فاغلب الطيران بيجزعوا المنطقه اللي هي الاوروبيه، يعني مثلا هولندا، بريطانيا، لا بيجزعوا هولندا، بيجزعوا اليونان، بيجزعوا ايطاليا، بيجزعوا، مليان طيران، مليان طيران. ممتاز، جزاك الله خير. حلو، دول الهدره من اول، انتوا الجماعه اللي تحازوا، انا اعطيك هنا الشغل الحرنكيشي، شغل انا ما شغل في صح. معلوم، انا ما في معلوم. انت صديق، ما في معلوم بابا، انا اتكلم فيك، مشكل كثير هنا، مشكل اليمن كثير كثير مشكل. نحن في ساعة شرعية، ساعة انتقالي، ونحن أصحاب عدن، أجلس على الوسط. أسمع، أنا أعطي الشباب كلهم هذه الرحلة ما تكلفش 2000 دولار، شوفوا هذه نصيحة، نصيحة أخ، فيزا كوبا حتى ما تكلفكش حتى مش 60 إلى 100 دولار، وأحسن طيران لو دخلوا في موقع ويجو بيحصلوا إنه أحسن طيران ب 1400 دولار رحلة ذهاب وإياب، من أقرب، من عمان، من مصر. وطبعا الموضوع لا في بو سباحة ولا في بو قري ولا في بو غابات، لكن في بعض الأشياء اللي أنا الشباب يفهموها واللي يسمعونا يركزوا عليها. واحد، لما تروح أنت معك البيك أب حقك، أمورك في السلكان، عرفت البيك أب؟ من البيك أب؟ معناته الحرمة، هذه اللغة حقي. لما تروح معك حرمتك وجنبك 2 أطفال، معناته أنت أمورك في السلكان، معناته أنك أنت ليش؟ ما انتش ارهابي، ولا انت تبع القاعده، ولا انت اي خر، امورك تمام. هذه حاجات ادفانتج، هذه حاجات مليحه للواحد لما تكون معك حرمه، تمام. هذه حاجه. الحاجه الثانيه، انصح كل واحد يقدم حتى على المرحله هذه انه يروح عبر كوبا. شوفوا يا شباب، الطيران في جميع انحاء العالم، السيستم الطيران هو عباره عن 3 مراحل. المرحله الاولى اللي هو الاوبن تيكت، يعني تروح متى ما تروح وترجع متى ما ترجع، واذا بطلت ترجع حقك الفلوس في جيبك. المرحله الثانيه اللي هي المنطقه الوسطى، اللي هي ان عندك مواعيد بروحه معينه وترجع بتاريخ معين، لو راح عليك التاريخ او راحت الرحله تدفع تشرش، بس تشرش عليها. المنطقه الثالثه اللي هي لازم تروح بنفس الوقت بنفس اليوم وترجع بنفس الوقت بنفس اليوم، ولا انسى، الفلوس انتسحت. بس هذه الأخيرة هي اللي لازم يسووها. لا انت غلطان، ليش؟ نحن ابو يمن عندنا لو معانا 2000 دولار روح اتزوج به، ولا شيل باص كريمه، خط القلوع على الكريثر بالافكارك، فنحن منطقه الخساره ما فيش. ها لا، خذ المنطقه حتى لو ازيد، عشان لا سمح الله، لا سمح الله وصلت اي دوله واعترضتك اي شغله، ترجع لنفس المكتب حق السفريات، شيل فلوسك يا اخي، رجعونا، اشتي فلوسي، ما سافرت. يعني معدل خسارتك ما تتجاوز ال 100 ل 150 انا دولار. قصدي بالتذكره الاولى، انا قصدي بالتذكره الاولى، اول تذكره لما تروح فيها لكوبا. يا سلام عليك، اللي هي الاوبن. ايوه هذه تقطع اللي قلت عليها الاخيره، اللي هي اذا راحت عليك تنتهي، علشان لانك بتروح المطار، من صح؟ ايوه يا سلام عليك. صح؟ طبعا ده طيب الكلام على فكره مش كلام يعني واحد، لا انا مستعد حتى اثبت للشباب عملتها. شوفوا يا و شباب، التذكرة الأولى اللي هي ايش؟ تقطع الأخيرة اللي قال لكم عليها، إنه إذا راحت عليك تنتهي، وبعدين لما تكون بالمطار تقطع اللي قال لكم عليها الأخيرة، اللي هي الأحسن شيء، اللي هي يقدروا يرجعوا لك القياس أو هذا. طبعا في خط ثاني، طبعا في بعض الشباب بيعانوا من مسألة اللغة،
بنصحهم التالي: عندما تكون في دول عربية أنت مفضوح مفضوح. الدول العربية يقول لك إيش معك، فين رايح؟ الدول العربية معناتهم مصر، الأردن، الأماكن دي كلها. فنحن مشكلتنا نحن مساكين عزيزين، نحن اليمين عزيزين نفس. فعلى وجوهنا تبان، تلاقي بسرعة نفتضح. فأنا أرى التالي: في خط يجنبكم هذه الاحتراقات كامل، اللي هو خط عبر منطقة اسمها بانجلور في الهند، أو يعني أي مطار في الهند ما عدا نيو دلهي ومطار شتراباتي اللي في بومباي، تجنبوه. أي مطار من المناطق الصناعية في الهند، تمام، أو السياحية، ممكن. هذه طبعا 100% مضمون إذا معك تأشيرة كوبا. ليش؟ هناك الطيران التجاري زي دبي، طيران يعني لا إله إلا الله. ومجرد تروح من أي مكتب توريهم فيزا رايح كوبا، ديك الساعة يعطوك البوردينج من عندهم، لأنه في مكاتب هناك حق وكالة الطيران تعمل لك البوردينج، تقصوا لك قص، بالذات من منطقة بانجلور هذه. فتطلع للمطار وأمورك طيبة. طبعا عبر الهند ما شاء الله تبارك الله، المطارات لو دخلوا في موقع ويجو يستغربوا، حتى على مستوى ترانزيت في تورنتو، بس عبر الطيران الكندي في منطقة في مدينة تورنتو طبعا مكلف، حوالي 3200 دولار تذكرة تتكلف ذهاب إياب من الهند. حلو. لكن بعض الطيران زي الكي ال ام، زي ما طيران ساس، زي ما اير فرانس، زي ما ليبيريا، زي ما حق المانيا اير برلين، بتحصلوا من 1500 الى 1800 الى 2000 يعني بالراحة. غير كذا انسوا مسألة اللي يروح يخسر عبر تركيا ولا ذا، انسوا انسوا، نصيحة لله يعني اتكلم. كيف؟ والله كلام مفيد ولا كلام فريد؟ كلام مفيد انا جدا اشوفك خدرت، 100%. عجبتني الفكرة اشوفك خدرت يا زعيم. والله، عجبتني لأنه والله أنا أستخدم الناس بأي طريقة، عرفت كيف؟ فأنا ماشيش يعني أنصحهم طريقة التهريب، تمام، على حسب ما هم دائما يسألوني بالأسئلة بالرسائل، كيف أجيت كيف أجيت وكيف الطريقة للتهريب، فهذه ايش تسوى خطأ. لما يجي واحد يطلع كاف؟ ايش سواء لما واحد طنك كف ولا يزبطك مالك، ذوق ذوق موت. انيك ام الغربه وانيك عار اخته اللي بيوصل غربه وخطر عشان وتعب ولكن بالطيران بالطريقة هذه، إذا هي أموره تمام يا أخي، جرب أول حاجة، جرب الأمور الطيران، جرب بعدين خلي هذه آخر حاجة. اصلا انت لما تروح طيران الموضوع هو شقين: اذا نجحت قلتك رحت نجحت، واذا ما نجحت انت حكم الله وهي تمشي، حكم الله زرت لك 3 4 دول تمشي. والموضوع ما هوش مكلف، يعني الكوست حق هذه الرحله او هذه الفكره او هذا البلان المخطط ما يكلفش 2000 دولار كله بكله. وزي ما قال اللحقي: كلام يدخل العقل ما يدخلش ايوه، النقل. لا كلام يدخل العقل، والواحد قد بيشوفها من اول ما يقدم على الفيزا الكوبيه بيعرف الامور الله بتاعتها. يوفقكم، أسأل الله، أسأل الله في هذه الساعة المباركة، أسأل الله، أسأل الله أننا أكون مثل الغيم، حيث ما حل نزل بعده مطر وجاء بعده خير. وأسأل الله أن الشباب استفادوا بهذه المعلومات، أسأل الله. إن شاء الله إن شاء الله، وجزاك الله خير وشكرا لك، أخي لي والصراحة طلب بسيط، بس ما قصرت. ها طلب بسيط يا أخي. تسلم يا أخي. شو الزواج هولندية أبو 50 سنة 60 سنة؟ انه يعجبك، باقي لك 5 سنوات تموت وتطرح الجنسيه وامشي. صلى الله بارك. هذه غلطان، إنها تموت ما بتموتش، تمام، هنا ما يموتوش على سهل. ايش تقول؟ ليش؟ لأنهم أكلهم تمام وترتيب ورياضة الله ويعتنوا بنفسهم والدولة مريحتهم، فانسى الموضوع. الله يوفقك، الله يوفقك، يوفق الجميع ان شاء الله. الله يحفظك حبيبي، شكرا لك أستاذي، تحياتي لك، شرفت فيك، الله يحفظك. خير الكلام ما قل ودل، خير الكلام ما قل ودل. أنا أشوف إنه يعني كويس جدا نختم الحلقة تكون استفدت بهذا الموضوع، أعتقد أني فهمت من خلال كلامي، عرفت أنا إيش أقصد وإيش النصيحة اللي ننصحكم فيها. فالواحد لا يعرض نفسه للخطر، بنفس الوقت يشوف الخطر يطرحه آخر حاجة، آخر حاجة
يجرب الخطر. أما إذا في مجال أنه يسلك طريق آمن فهو أفضل. وانتبهوا من النصابين، ولا تبنوا أيضا آمالكم على القربة ولا على اللجوء، يعني تعطوا أمل كبير بهذا الموضوع عشان ما تحطم نفسياتكم. ولا واحد يعني يحطها يعني خيار بديل يعني فقط، ما يقفلش الدنيا ويجيش يفكر باللجوء. تحياتي لكم للغاء، وتصبحوا على خير، وسامحونا على التأخير ولا أي حاجة حصل من عندنا. الله معكم والله يوفقكم يا رب.